ده اللي دي العربيات الكهرباء، عاملين كم محطة، ثلاث محطات تشحن بيها العربية بتاعتك. والقهوة طلعت حكاية، هي وول مارت شوية موسوسين قوي، يعني يعمل لك كل حاجة ما تقدرش تشتكيش منها. هنا بقى بالنسبة للي بيشحنوا العربيات دول، في ناس غلاسة يجي يقوم واخد المكان الأخضر بتاع العربية ده واقف فيه وهو ما بيشحنش، وبالك على ما يجي البوليس حلني انت عايز تشحن العربية وملكش واحد واخد مكان بتاعك. ده مثلا واقف اهو بيشحن العربية، ده شحنها شكله. ففي ناس طلعوا بفكرة رزالة كده، يعني لما يلاقي عربية واقفة ما بتشحنش واقفة في مكان سخن يقوم رابطها من ورا، عنده بيشتري حبل يربطها فيه ويجرجر العربية يحطها في نص الشارع، هيعمل لي ما هو عايز. المكان بيقول لك ممنوع انك انت تقف الا لما تكون بتشحن. دي لوس انجلوس، بص كده كل شيء هنا معمول بالايه، بالحديد، والطريق اللي شايفه ده طريق 10، عمال بيزنز، حركه مؤلمه جدا، ضوضاء جامده قوي. ولا جيت انا بالليل هنا اتحشرتش، يعني ما زهقت، ما حاطط ماشي زي السلحفة ومش قادر تكمل. تيجي تبص على اليافطة دي اللي فوق بتقول لك بيك اب، دي طريقة حديثة شوية والمرت عاملها ومحدش قادر يتنافس معاه فيها. التراك بتاعي هناك اهو واقف هناك. بتيجي انت هنا، بس هنا انت مش شايف حركة جامدة، مش شايف اكشن جامد، يعني لان انت هنا في لوس انجلوس، ولوس انجلوس اللي بيعيش هنا بيبقى مختل عقليا، بيتجن، مفيش حته، بص مفيش حته هنا تتحرك فيها. لكن الاماكن التانية الباب اللي هو الاورنج ده تبقى العربيات مرصوصه قدام جنبه 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 كده، يا اما انت بتجيب عربيتك وتحطها وانت بتكون عامل اوردر على الانترنت او على السيلفون، يجيب لك كل البطاقة بتاعتك وتاخدها وتمشي، او بتكون انت متفق مع شركة هتوصل لك حاجات في البيت. لو انت مثلا ساكن مكان بعيد قوي وما تقدرش تسوق، او واحد سنه كبير، وادي هنا عامل لك الارض اورنج اهي، يقول لك بيك اب بيك اب بيك اب بيك اب، كم واحد، اتنين، تلاتة، ستة، ست اماكن دول معمولين اهو. وهنا والرقم ده بتتصل انت بيه عشان لو انت عايز تقول لهم الاوردر بتاعي كذا جاهز ولا مش جاهز، وبتقف انت هنا وبيدي لك الاوردر بتاعك. المكان زي ما انت شايف ضيق، مكبوس كبسه جامده، وهم كويس ان عرفوا يعملوا مكان. انت هنا في لوس انجلوس، لو في نيويورك لما يموتوا لما يستموت عليهم مش ممكن يعملوا مكان جنب نيويورك سيتي، الناس تولع فيهم، لان وول مارت لما بيخش حتى بيخربها، كل الاعمال الصغيره بتتقفل، وكل الاعمال اللي انت شايفها دي كل ده بيتضرب، ما فيش حاجه فيها الا واحد بتاع جيم اللي هناك ده الاحمر ده بتاع جيم وقفل ومشى، وده بيعمل بدل، وتلاقيه يا اما قفل يا اما هيقفل، لان هم بيبيعوا بدل جوه. واللي جنبه ده بتاع سنان، دكتور سنان ده ماشي، ما هيقدرش، هيجيبوا دكاتره السنان بعد كده في وول مارت. واللي جنبه ده بتاع انشورنس، برضو عاملين انشورنس جوه. واللي جنبه ده بتاع يو بي اس بتاع بريد، لو انت عايز تجيب صندوق بريد ومش عايزه من الحكومه تجيبه هنا، وهيعملوه جوه برضه. كل حاجه وول مارت دلوقتي بيسرقها بيعملها، حتى بيبيع بنزين وديزل. واللي في النص الاحمر ده سبا، سبا يعني مكان تدليق، ده بتاع ضوافر وكده، ضوافر وشعر وكده، عاملين جوه مكان ضوافر، اللي عايز يعمل ضوافره يحط ضوافر صناعيه، ينظف ضوافره، ضوافر رجليه، ضوافر ايديه، شعره يقص شعره، يصبغ شعره، كل الكلام ده
هما الحاجة الوحيدة اللي مش عاملينها جوه مش عاملين ساونا عشان تلون لك الجلد.